والتطورات عم بتكفي والحياه مكفيه وكأن شيئا لم يكن. اللي عم بصير جريمه كبرى بحق رئاسه الجمهوريه. يعني ما بعرف قديش علينا نعلي الصوت للمعنيين بالامر يسمعوا انه جريمه كثير كبرى. يعني شوي شوي نحن عم نلغي بايدنا موقع اسمه موقع رئاسه الجمهوريه من خلال استهتارنا فيه ومن خلال التعاطي مع الجلسات يلي عم ندعى إلى لانتخاب رئيس الجمهورية بالشكل اللي عم نتعاطى فيه بالوقت يلي العالم العربي كله سوا، ويمكن هلأ صار العالم كله بأمس الحاجة أكثر من أي وقت آخر لهالموقع الرئيس المسيحي في لبنان بخضم اللي عم بصير بالشرق الأوسط. حتى كتار من يلي قبل يمكن ما كانوا مقدرين قيمة هالموقع على أثر أحداث السنتين وثلاثة وأربعة الماضيين صاروا كتير مقدرين وصاروا متمسكين فيه بالوقت يلي أهل البيت بالذات هن عم بيدمروا هالموقع. هذا أمر مؤسف للغاية. نحن بمواجهة هالتصرف اللامسؤول متمسكين بموقفنا للآخر بما يتعلق بوجوب انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن. جلسة تاني باثنين أيلول، بتعرفوا شو يعني؟ يعني حياتهم كفاية في رئيس جمهورية ولا ما في رئيس جمهورية. نحن بدنا نجرب بكرة تصير انتخابات، جلسة انتخابات وينتج عنها رئيس الجمهورية، وإذا مش بكرة بعد بكرة، وإذا مش بعد بكرة اللي بعده. هيك المنطق بيقول. هلا تنتساعد بهالأمر على هالأمر بدي أتوجه للمواطنين يلي هن انتخبوا النواب يلي عم بيقاطعوا، عم بيعطلوا انتخابات الرئاسة. المواطنين يلي انتخبوا هن انتخبوا النواب، هالنواب بالذات ما بعرف اذا فيهم عندهم اي باب من ابواب المراجعه القانونيه تيقدروا يلاحقوا هالنواب تيخلون ينزلوا ينتخبوا رئيس جمهوريه. لانه ما بتصور اي مواطن على الارض اللبنانيه بيتمنى حابب الصوره اللي عم بيشوفها هلا وحابب الفراغ بموقع الرئاسه وحابب تسكير قصر بعبده وحابب انه يضل الوضع بالبلد هيك، بالبلد هيك. والامر مش عم بيقتصر بس على تسكير قصر بعبده، من وراء تسكير قصر بعبده السرايا الحكومي نايسة على الاخر الاخر والمجلس النيابي على اخر نقطة زيت منه يمكن. بكره بعد جمعتين واصيل على استحقاق دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب مجلس نيابي جديد. ليكم الا مشكلة رح نواجهها، بعد ما في رئيس جمهورية والناس بدها تروح تنتخب نواب من جديد، وإذا انتخبوا نواب من جديد وما في رئيس جمهورية لك من لا سابقة، وإذا ما راحوا الناس على الانتخابات كمان لك من لا سابقة ولك من لا فراغ وقعنا فيه. هلا حدا في يفسر هذا كله مشان شو؟ كله سوى هذا مشان نجرب نوصل شخص معين فقط لا غير على رئاسة الجمهورية. يا من وصلوا يا عمره ما يكون في جمهورية. هذا المنطق السائد بالوقت الحاضر. علينا كلنا سوا نتحمل مسؤوليتنا. نحن رح نكفي نتحمل مسؤولياتنا للاخر. بتمنى المواطنين يلي هن انتخبوا النواب اللي عم بيقاطعوا يساعدونا بتحمل المسؤوليه بالشكل يلي ذكرته. كل يلي وصفته يدعو للاسف وللاسى الكبير، بس بذات الوقت ما لازم يحبط من عزيمتنا. مرقنا بظروف اصعب. شفتوا لو داعش كانت هي عم بتعطل انتخابات رئاسه الجمهوريه كان بيكون الأسى عنا أقل وأقل، بس إنه أصحاب البيت هن يعطلوا الموقع يعني أمر غير مفهوم على الإطلاق. أنا وقف حديثي اليوم عند هالحد، أترك المجال إذا حدا عنده أسئلة بخدها. دكتور جعجع، يمكن بدك تترك الكلام المستفيض لإطلالة الخاصة بكرة على الام تي في بحلقة بموضوعية، ولكن سؤال عن اجتماعات 14 أدار وما يجري داخل البيت بعد عودة الرئيس سعد الحريري، هل بدأ العمل على خطة بلان بي؟ بأي طريقة رح تواجهه المرحلة المقبلة؟ الخطة البديلة نحن أول آخر وردة عنا، وبدي أذكر الجميع من أول لحظة أنا ومن بكركي بالذات قلت نحن مرشحنا مش رئيس أنا أو لا أحد، لا مرشحنا مرشح. هلا اذا الامر بيقتضي على انه اذا الفريق الاخر بيقبل نقعد نحكي بخيارات اخرى نحن بكل وقت مستعدين. من وقتها لهلا يعني هذا عم بحكي على مستوى 14 أدار، وما بخفيك انه من وقتها لهلا صار في كثير تواصل خلف الكواليس ما وراء الكواليس للمحاوله اللي بلورت هالاستعداد اللي عندنا. الفريق الاخر ما عم بيبدي اي استعداد، فريق الآخر عنده موقف واحد فقط لا غير، نحن مرشحنا عون يا بتمشوا فيه يا خليكم بلا انتخابات رئيس الجمهورية، وبالتالي ما عم بيتركوا لنا مجال للحل البديل. هل تسهل عودة الرئيس الحريري أي أمر لا سيما أن العلاقات مفتوحة وجيدة مع التيار الوطني الحر؟ إلا بما يتعلق برئيس الجمهورية للأسف.
طيب دكتور ما بتلاحظ حضرتك انه بس يمكن الناس عم بيقولوا انه يمكن الحكيم عم يسخفها انه بس ترشح لعماد عوني، ما في قضايا اكبر اقليميه، ما في شروط دوليه حول موضوع الرئاسي، مطالب من بعض الدول، ولا فقط هو هل الترشح تبع عماد عوني يعني يقف عائقا؟ يا ريت الترشح تبع عماد عوني، عدم نزلته على الجلسه، يعني مقاطعته للجلسات، هيدي اللي عم بتعطل. هلا الامور الاهم من هيك، ليش مين بيأثر على، يعني افترض امريكا ما بدها انه هي بتلقط العماد عون بدينته وبتقول له لا ما تنزل على الجلسه، اذا هو بده ينزل على الجلسه انا بدي، وخصوصا هالمره الكل عارفين انه كل الدول الكبرى وحتى الدول الاقليميه بتراجع تام عن مداخلاتها انطلاقا من اهتماماتها الاخرى، هوديكي باوكرانيا، هودي هون بسوريا، بالعراق، بمصر وبملفات اخرى. فيني اكد لك انه هالمره اقل مره، انا كل شيء وكبت انتخابات رئاسيه تقريبا ما شفت اي تاثير لاي عامل خارجي باستثناء العوامل المحلية، وبكافة الأحوال حتى إذا العوامل الخارجية بقى تتدخل بيكون حق علينا نحن إذا بنسمح لها تتدخل وتخرب لنا مصير بلدنا. الكتل اللي عم بتعطل هي عليها مسؤولية، إذا حدا قايل لها ولا هي عم بتقوم بهالدور لوحدها. أنا كل معلوماتي حتى إشعار آخر هي عم بتقوم هالدور بهالدور لوحدها انطلاقا من طمع معين. حكيم، المشاورات بين الرئيس الحريري والرئيس بري هل ممكن تؤدي الى اي نتيجه في هذا الاطار، في اطار الانتخابات؟ الرئيس بري عم يعني واضح انه طالما الجنرال عون مرشح او مفكر يترشح او مش عم بينزل ما راح يبحث باي حلول بديله. حكيم، شو هو الحدث المبدل الذي يمكن ان يؤتي برئيس الجمهوريه برايك؟ انه يغير الجنرال عون رايه. في البعض يمكن يستغربوا هل قد القصة واقفة باللحظة يلي العماد عون بياخد موقف آخر اعتبر صار في انتخابات رئاسة الجمهورية. ما الذي يجعل العماد عون يغير رأيه؟ شو اللي بيخليه يغير رأيه؟ انه تنتخبي رأي جمهورية. هيدي واقفة عند هالحد هلا. دكتور جعجع، البارح يعني اللي صار بالعراق يعني كان في بداية نصف انقلاب تطور إلى تسمية حيدر العبادي رئيس الحكومة، توافق إيراني عبال عنا بقى توافق إيراني سعودي أمريكي حول هالموضوع، ألا يسهل انتخاب رئيس؟ ألا ينعكس على لبنان هذا التوافق الإقليمي اللي صار؟ صراحة بالعراق التوافق الإقليمي كان له دوافع كتير كتير كبرى منها موجودة بلبنان. اولا تدهور الاوضاع العسكريه الامنيه ومؤخرا الانسانيه في مآسي عم بتصير بالعراق، ثانيا هالفرقاء الثلاثه عندهم مصلحه معينه وتقاطعت في مكان ما، كل هالعوامل ما موجوده بلبنان اليوم. للاسف بقول لك، بس هي هيك على كل اجندات الدول الاجنبيه، الدول الكبرى والدول الاقليميه. لكن بيجي الترتيب، العراق سوريا العراق مصر ليبيا، بعدين بيجي وضع بلبنان. ليش؟ لأن وضع بلبنان رايق نسبيا تجاه اللي عم بصير بسوريا أو بالعراق أو بليبيا مثلا أو باليمن. وضع بلبنان هادي، قصة انتخابات رئاسية بيقولوا لك خلي اللبنانية هني يدبروها بحالهم، وهون الزعل تبعك انه راجع اللبنانية يدبروها بحالهم وما عم بدبروها بحالهم. ليه برأيك عماد عون يرفض انه يكون صانع رؤساء مثل ما عم بيقولوا له بدل ما يكون رئيس؟ انه انا بتمنى اذا بتسأله ونسمع الجواب كلنا سوا. كارلا، يعني هل بتشوف انه رح يصير في مواجهه بالداخل؟ لا، مواجهه اذا شيء على حدود الجيش معروف مين عم بيواجه، مثل اخر مواجهه بعرسال. الارهاب خطر حقيقي صاير، فبالتالي بده قوه كبيره لمواجهته، مثل ما شفنا بالاسبوعين الماضيين المليار دولار للجيش، ويلي الملك عبد الله جديا مشكور ميشينا، ويلي لوحده هو هيك بس شاف الاحداث يعني اخذ المبادره واخذ القرار. فهالمليار دولار هي مشان هالحرب بالذات. حكيم، الانفتاح الاخير للنائب جملاط شو سببه برايك؟ في زياره رح يقوم فيها الى معراب والى الكفايه هذا الاسبوع، هذا الانفتاح الاخير للنائب جملاط شو؟ انا ما معي خبر بزياره لمعراب وما بعرف كفايه. ايه بابا انا ماني بالجو، ليش اصلا النائب جملاط منه مسكر اصلا، يعني على تواصل مع كل الفرقاء، يعني مش شغله جديده. على حسب الله الاسبوعين كمان على حسب الله. يعني ما السيد حسن نصر الله ما في اسباب برايك؟ اسباب هي هيك التعقيد الموجود بالبلد، يعني بتصور وليد جنبلاط عم بيجرب يشوف يعني بيبرم بين هالايادات بركي بينعمل شيء ما، بالوقت اللي هو بيعرف بالضبط يعني وين العقده، مشان هيك بلش بالعقده.
طب برايك يا حجي من يقنع العماد عون اذا بده يتناقش على هالموضوع؟ يعني هو هيدا حق له، يمكن كثار بيعتبره هيدا حق له وناضل له سنوات طويله، من يقنعه برايك؟ لا استاذ يزبك، الحق على انه الانسان يترشح، الحق على انه يعمل حمله انتخابيه كبيره، الحق على انه يجرب يقنع اكثريه النواب يصوتوا له، هذا كله حق، بس مش حق حدا يعطل انتخابات رئيس الجمهوريه او يعطل البلد او يعطل الحياه بس مش انت هو يقدر يطلع رئيس جمهوريه. في حدا بيقنعه برايك؟ ما بعتقد للاسف، وقال لك انت انا اول واحد جربت. شكرا. يلا يقنع منك. حتى في يعني عرفت فترة من الفترات في مقربين منه جربوا انه